السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. أحس إني فاقدكم جدا يا إخوان. أي والله، يعني الواحد ما يروق إلا راح مسقط الرأس يعني. فأنا جدا سعيد يا رب، والله إني جدا سعيد. كيف حالكم؟ الله يبشركم بخير. صحيت العصر، سوالف مع الوالدة وغدا وكذا وضحوك ومزوح. اي والله، هذه ربطة عزيز. اصبر، اي والله، بس والله ما في. قلت بسولف سنابات وكذا، بس لا احسني اخو علي يا جيمس بوين. السلام عليكم، مساء الخير يا الربع وصباح الخير. اول شيء انا اسف على البث اللي ما كان نفس اللي انا اتمناه، لان النت الجزيره ما ساعدني، النت يروح ويجي وقروشني الصدق. هذا اول شيء. ثاني شيء، انا طالع لابها الان، بكره لازم اني اشيك على سيارتي، ودي اغير زيتها ودي ادلعها واضبطها، تعرفون فلان. 14 فبراير يوم الحب، وانا حبي سيارتي الصدق، فبروح اشيك عليها واضبطها واقابل الرجال مطمن منها عزيز وغالي على قلبي. وهذه علومي عفاكم عني، اذا عند بوفيتن عندنا في خيبر تعطي العافيه، عندهم عربي يفتح النفس، ابى اكل منها وعتاش واكمل طريق. وهذا علمي عفاكم. في قمة السعادة الآن، أنا أونس شخص ممكن قد تشوفه عينك في الحياة هذه. أنا الآن أنا في محمد ما يدري إني جيت. يا أحلاهم لفت صومي وطالبي يا محبوبي يا أحلاهم. قفل اسمع اسمع، جو ابو فهد علي يا اخوان، والله لو الاجواء تختلف جو ابو فهد والفخر. اسمع اسمع، تهددني بحب ثاني تنسى الحب وتنساني، تنسى الحب وتنساني، لا تهددني بحب ثاني. جست بالحسن، عجزت وانت تتحداني، تراني قدر بحب ثاني تنسى الحب وتنساني. ابو فهد ايش ذا المكان يا الربع؟ جاني قال بوديك المطل الالوان او الرسمات، تختار مطل واحد. ما ادري ايش المطل هذا الجديد اللي واحد اسمه مطل الالوان وواحد مطل رسمات، ما جديده علي. قلت حلو، فجاه وقف، درجه الحراره 5، فجاه قال نمشي على رجلينا. يعني اذا هذه اخر سنابه فدروا ان العين هذه اللي على يمين وجهه كان وجه افغاني ما راي خارجها، بس اي تمشي مدين المسك يا اخي اللي تمشي. انا ما لا تمشي والله العظيم، الجبل ما شاء الله راع ذا البيت، البيت اللي بدون عرب من يوم عرفني نفسي، البيت ذا فاضي ما في احد، ما حد يسكنها، بس انا في بيوت. واحد زحمه يا ولد، شوف شوف الرسمه
اخ نور انت قصدك ذي؟ هذه بويا باقي بيكملون ليسوا من الربع. نور اسمور. طيب وين الناس؟ ما قال لنا وين؟ والله نوريك شبيك. طيب وين؟ سراب الثاني سراب الثاني. اوكي اوكي. ما شاء الله شوف هذه الرسمات يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله. شوف شبيك. وين شبيك اللي قلت؟ ما شاء الله تبارك الله من جان. ما شاء الله تبارك الله من جان. انت بي ذا ولا؟ من جانا ايش؟ نضمه؟ ليه ما تضمني الله يجعلك السلة؟ هذا شبيك. هذا يا ابو فهد ركز. ركز يا ابو فهد. شبيك؟ عن شبيه انا. الديب. كل اكله. لا مو ذيب هذا؟ هذا كلب بوليسي زيك. صاير علي الشهري ونعم بن شهر. ابغى ذكريات ذاك اللي انا بموت. لا اسمع عزايا اني على على قيد الامل لو السنين تميل. يا سلام مثل شمس الله يلعن من درسك ما بملعون الا اللي درسك. الربع شوف العبارة دي الحب لعبة أبطالها اثنين الأول حنون والثاني يخون. الله الله يجعلها بين عيونه اللي يخونك أنت. الربع كلامك أنت قلت ميدي يا عبد الله أنت صامل أنا قلت لك أنا صامل وأنا قلت لك أنت صامل قلت أنا يا أنا صامل. الربع قال نروح البحر قلتي قال صامل قلتي صامل وماني بنا اللي يردها قال هاي نذر ما بنا اللي يردها قلنا على البحر على البحر صد رد. أنت صامل؟ إيه صامل. على خلاص خلاص يعني إيه لا إيه لا على طول بوف في البحر إيه نتسبح ونرجع نرجع. أوكي أنا ما مستحيل أقول لا أنا ما أقول لا أنا أصمل من حياتي كلها. جمع لي حياتك حياتك جمعها وحطها في علبة. شوف الحين نشوف الصامل على قد ما عنده ما كان ابي زي المرسيدس. لا بنعود ونظبط المرسيدس الصباح الامور يسر. الصدق قرب عليه بنروح للبحر. سالفت مع ابو فهد خليت انا وياه يمكن سالفه سالفتين. دار الرجال ابو فهد يفهم من الرجال اللي يدرون ايش في الخطه. خاطرك هي علوم واجد وحلها الوحيد انك تروح للبحر تقول علوم كلها له. انطلق تقولها يا ابو فهد قال لي والله اني صادق اركب على الباب اليمين قلت مشان والله يبيض وجهه ابو فهد انا رايح للبحر بنطل بهمومي وبنطل حتى ملابسي بنطل باب البحر ترى اذا صار يطلع صوت غريب يعني مستانس. يا الربع انا الان في قمه وناسه الصدق صوت البحر مع البراد مع مع فيلة البحر والدلافين في الجو احسد عليها الصدق يا زين ذا الحس. شغل ترى محمد بعيدي تاك فاهم محمد دمنعني. لا والله هم انا بدزها ليه ما تشوف الا راسي يا اول ويل يا خريب باقول لا تروح يقضي عليك ربي ملحن في ذنب. لا 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 السباحه عندي زهني بس طاقو والله ما تروح بعيد قالك حولي حوالي دعدع دونا دعدع لا ركب لا ركب معود ما ادري عم بدي ولا نظبط الماي يلا نعم خوي. طبعا يا الربع ذا فطورنا بنروح نسبح ذا الحين هم منعود نفط اي نفداك خليك على وزني ذي لا تظهر اي ما لها داعي ما عاد يرقدون المتابعين ها وبس. يا مرحبا الف باك بعد صباح يا الربع اقسم بيت الله اني اول مره استمتع بالبحر مثل متعه اللحظات اللي قضيتها قبل شوي. انبسطنا ما بصدق مرحبا يا اهل السناب مرحبا يا ابو فاهد قلبك الله يبيك يا مرحبا الف الله يبيك يا زين ذا الجلسه يا زين ذا المنظر يا زين ذا العيشه حلوه يا حلوه
احسن من فيو بعض الفنادق. نعدكم نسخه جميله تتمنونها في كل النسخ، ما في مثل سكريبت، ما في مثل سكريبت باذن الله. لا لا.